مجموعة العمل اللي شغالة في المجموعة دي من وزارة الاستثمار، وفيها ناس من بره، وقدامها ليزون، قدامها مسؤولين في كل وزارة بيتابع معاهم هذا الإجراء. كم مشروع دلوقتي يا فندم اتعرضوا من شرم الشيخ؟ وحضرتك بتقول حاجة مهمة، شرم الشيخ اتعرض كم مشروع على اللجنة دي؟ هو يا فندم مش اتعرض على اللجنة دي، اللجنة دي خدت من مسؤوليتها 60 مشروع. ايه هم ال 60 مشروع دول؟ مشروعات تم توقيع عقودها ومعلقة على شرط. دي بنحاول النهارده الوزارة المعنية بتشتغل على الشرط ده علشان تاخد موافقاته وتحول العقد ده إلى عقد نهائي قانوني، ثم مشروع على الأرض. ثم الجزء الآخر هي مذكرات تفاهم. مذكرات التفاهم دي ليها مدة قانونية من 30 يوم ل 60 يوم. ثم بنحاول النهارده في المفاوضات مذكرات التفاهم دي أن تتحول إلى عقود. ثم بعد تحولها إلى عقود إلى مشروعات على الأرض. فده نوعين من المشروعات اللي بيتابع، والنوعين من التعاقدات اللي تعمل في شرم الشيخ. فالحقيقة احنا ارتقينا امر اخر في الاصلاح. اما بدأنا ننظر الى قطاع الاعمال العام، عملنا دايجنوستيك ستادي، عملنا دراسة تشخيصية لعدد 125 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة المعنية بيهم الوزارة. لقينا انه من سنة 97 حتى سنة 2011 اجمالي التدريب اللي انفق في قطاع الاعمال العام، شايف انا بادئ بدايه غريبه شويه، اجمالي قيمه التدريب اللي انفقت في قطاع الاعمال العام 10.2 مليون جنيه من سنه 97 حتى سنه 2011.